السلام عليكم متابعين قناة صلاح فاميلي، نتمنى تكون على خير وبخير وتكونوا في صحة جيدة ان شاء الله. انت اللي كتشوف فيا في هذا الفيديو دابا معاك انت كنهضر، نتمنى تكون على خير وبخير، وما تنساش انك تدعم لي فيديو ديالنا بلي لايك بلي كومونتير وبالبارطاج لهاد القناة هادي. لحقاش داك البارطاج ديالكم وداك لي كومونتير هما اللي كيحفزوني انني نزيد نخدم ونلوح لي فيديوهات بزاف. كما كتشوفوا دابا وليت كنعطل عليكم بزاف، سنعتذر سمحوا لنا سمحوا لنا، ولكن الغالب الله ما عندنا ما نديرو غير يقبلوا علينا هادشي اللي عطى الله. المهم عندي لكم واحد المفاجاه في التالي ديال لا فيديو، هادشي علاش خصكم تبقاو معايا من الاول حتى للتالي. المتابعين ديال قناه صلاح فاميلي، اليوم جيتكم بواحد القصه مختلفه على القصص اللي عاودنا من قبل، وهاد القصه ديال هاد النهار الاحداث ديالها غادي تدور على واحد الطبيب. هاد الطبيب هذا من اشهر الاطباء اللي كاينين في الدوله ديال قطر وكلشي كيهتف به، عنده العياده ديالو، الزوار اللي كيجيو لها في النهار ما كيتعدش وما كيتحصاش. الناس دي واحد النهار واحد السيده جاها واحد الحريق، وهي اتصلت بواحد صاحبتها قالت لها راني شدني واحد الحريق في كرشي وما قدر ناكل وغير كنراد اعزكم الله. مهم ما عليناش، ديك صاحبتها قالت لها راه كاين واحد الدكتور الفلان فلاني كننصحك تمشي عنده وضروري غادي تشافي. وداك الشيء اللي كانت قالت لها صيفط لي لادريس والعنوان ديالو ولا غد ليه. مشات لعنده، شدات النوبه ديالها بحال كاع ايتها الناس. فاش دخلت ديك السيده عند الطبيب، الطبيب بحال اللي شاف شي حاجه ما عمرو شافها، شاف واحد الانسان اللي تالت الاعجاب ديالو بزاف. داك الطبيب المهم حار تلف ما بقاش عارف شنو غادي يدير. ما علينا، دوز الفحوصات عادي، الامور دازت كما هي. المهم فسال معاها قال لها اتخلي لي النمره ديالك غادي نبقى معاك على تواصل باش نعرفوا الحاله ديالك فين غادي توصل، واي حاجه وقعت لك اتصلي بيا غادي نجي عندك ديك الساعه وغادي نلقى لك الحل. وقال لها ضروري ترجع عندي في رونديفو واحد اخر باش نشوفوا الحاله فين كتطور. والطبيب هنايا ما عنده الغرض لا بحاله لا بجوج حالات، عنده الغرض غير بداك السيدة هذيك لحقاش عجباتو ديال بصح. المهم خدا النمرة ديالها بقى معاها على تواصل، مرة كيهضر معاها في هادي، مرة كيهضر في هادي، مرة كيدخلها دخلة من هنا، مرة دخلة من هنا. بقات هكاك العلاقة غادي كتطور كتطور حتى دخلوا في علاقة بيناتهم، ودخلوا في علاقة غرامية. صحابات ديك السيدة عرفوا باللي أن داك الطبيب ولا في علاقة مع ديك السيدة. أرى الناس دي واحد النهار ديك السيدة كتغيب على صحاباتها لمدة ديال 10 أيام، ما ساقوا عليها حتى شي خبر والو. السيدة بحال اللي كانت وسرطات الأرض، ما شافوها لا تليفون لا تصويره لا حتى شي حاجه في مواقع التواصل كدل بلي هاد السيده مازال. ديك صحابتها اول واحد غادي يسولوه عليها هو الطبيب، قال له لحقاش هو اللي معاشرها هو اللي كيكون معاها، دونك راه هو اللي غادي يكون عارف فين غبرات. كيمشيو عنده للعياده طقطق، السلام عليكم فلان فلان بخير كيبقيتي مزيان امورك هانيه؟ كاين واحد فلان راه ما بقيناش كنشوفوه. شوف يما اين فلان انا ما كنعرفش هاد السيده هادي. جبدوا له التصويره الله يهديك اسيدي هاد السيده هادي، انت راه بينك وبينها علاقه وكتبغيها وكتبغيك المهم تزوجوا. قال لهم اسمحوا لنا هاد السيده هادي ما كنعرفهاش. اسيدي نعس الشيطان، راه هاد السيده كانت معاك وراه عاودات لنا شنو وقع وانت وياها وتعاشرتوا والمسائل وكذا. سيادنا بعدوا منا هادي البلاصه ديال الخدمه الله يرحم بها الوالدين، انا هاد السيده راه ما كنعرفهاش. المهم داك البنات صحاباتها ما فهموا حتى شي حاجه وعرفوا القضيه باللي فيها ان هما يمشيو يتصلوا بالبوليس. اسيدي السلام عليكم، حد الصديقه ديالنا كانت كتكون معنا وهادي تغيبت علينا واحد 10 ايام، هي كانت مع واحد العلاقه مع واحد الطبيب الفلان فلاني، داك الطبيب معروف غير كتقول السميه ديالو كلشي كيعرفو، كانت معاه في العلاقه كانوا بيناتهم كيتباغاو هادي والمسائل. دابا فاش مشينا كنسولو عليها قال لك اسيدي انا ما تنعرفهاش. البوليس قال لهم قيدو المحضر، هما مشاو عند الطبيب يسولو. السلام السلام معك البوليس، مرحبا سيدائي، واحد السيده فلان فرتلانيه طق طق. سيدة ما تعرفش هاد السيدة هادي، ما فهمتكمش منين جايبينها. انا الشيطان السيدة راه صحاباتها وكذا وهادي، وبلي راك تتعرفها وهادي وهادي. لا سيدة انا ما تعرفش هاد السيدة هادي وهادي. هنا البوليس دخلهم الشك وما يحط الحراسة مزيان على داك الطبيب هادي، خارج من دارو بحضي داخل من دارو بحضي. المهم بداو التحقيقات وبداو البحث على داك السيد، بقات المدة غادي هكاك بقات المدة غادي هكاك بقات المدة غادي هكاك، هما كيديروا لو لونكيت تحقيقات. داك الطبيب كما قلنا في الاول مصري وقوز داك الشهرة اللي واخد بزاف، عنده علاقة سياسية كبار في مصر، ديك الساعة كانت عنده علاقة كتربطو بالرئيس السيسي ديال مصر في ذاك الوقت. المهم هو اتصل بيه قال له شنو كاين وشنو كاين، راه تيديروا لي لونكيت وانايا هاد السيدة ما تعرفهاش وكيديروا معايا التحقيقات. هو جا اتصل عند الرئيس ودخلت القضية فيها الدول وكذا وهادي، داك الدوسي تسد. المهم بقات القضية هكا، السيد واحد النهار جمع حويجاته المسائل طق طق شد بيه ورجع مصر بحالاته. فاش رجع مصر أرانا السيد مزوج، رجع عايش حياته نورمال بخير. دازت واحد المدة السيد بداو كيراودوه واحد الأحلام، كينوض مفزوع في الحلم ديالو. السيد ولاو كيجيوه الأحلام والكوابيس، كيكون
الناس مع مراتو تتفق واه مراتو ما كتفهم والو حالك شنو واقع لك والو هو ما تيبغيش يقول لها والو غير يحلم واحد الحاجه نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث نهار الرابع نهار الخامس نهار السادس نهار السابع نهار الثامن الحاله طولت بزاف ما يمكنش قلت له مراتو والو طارت حمامه نزلات حمامه دابا تعاود لي شنو واقع لك شنو بك ما يمكنش هادشي هو يشوف فيها قال لا المراه راه ما واقع قالت له والو قسما بالله تعاود لي شنو كان قال لها نعاود لك ولكن خصك تسترين قالت له انا مراتك وما تخافش وثق فيا واش انت بوات وليداتي ولا ما استرسكش انا شكون اللي استرك وكذا ومسائل ويبدا يعاود لها قال لها المهم انا فاش كنت في قطر جات عندي واحد السيده ودات معها واحد العلاقه وهي تغوز عليها انت كتخونني السيده ما بقاش هادي تستر ما وقعت فيها الخيانه راه ما يمكنش انتما راكم عارفين العيالات كيغيروا على رجالهم لا وكذا قال لها دابا غير تسناي وخليني نكمل لك القصه وباش تفهمي شنو واقع وركزي معايا هي هذيك بدا كيعاود لها وكذا وهادي وانا يا راه حملات مني وبقات كتهددني وانا عندي الشهره ديالي في قطر وما يمكنش يطيعني حد النهار عيطت لها وانا قتلها هنا السيده ما فهمت والو مراته بقات غير مصدومه رانا السيده حملات منه واحد النهار فاش جات لعندو للدار بقات كتهددو انا غنشوف هاك غندير لك غنفعل لك السيد خاف على الشهره ديالو تعصب فاش تعصب هو يقجع فاش قجع بقى كيقجع قجع قجع هو غير بغى باش تسكت ما تبقاش تغوت وهاديك بقى قجع عاد شويه سخفات هنا في نظركم شكون غادي يجي غادي يجي الشيطان وبدا كيوسوس له في دماغه قال له دابا هي سخفات وعرفتي دابا راه فاقت راه غادي دير لك كارثه مكبر ما هادشي اللي كانت دير لك قتلها داكشي اللي دار هز واحد الطبيله باق فهالها فاش فاه ماتت هو جلس ديك الساعات قالها ويلي انا شنو درت شنو درت كساكت فهاد الجريمه وضيعت المستقبل ديالي وضيعت حياتي وضيعت الشهره ديالي ويجا عمتاني عنده الشيطان قال له دابا انت درتي هاد الجريمه هادي صافي شوف كيفاش دير لها الحل وسر القضيه وشوف كيفاش دير لها انت راك طبيب راك عارف هاد الشيء هذا كيفاش دير مشى غسل المسائل ديالو عادي الامور كما هي بحال ما وقع والو ويمشي لغد للخدمه ديالو عادي فاش مشى للخدمه هو يجيب داك المهكات الكبارين ديال الموت اللي كيكونوا في لامور جابهم وجا للدار حطها في البانيو ديال التدواج شتها قسمها على اربع وكل طريف دارو في ميك وواحد البلايصه ما بعيداش على الدار ديالو بزاف تقريبا يمشي 30 كيلومتر كاينه واحد المزباله ديك المزباله كيتلاحوا فيها الميكات وفيما كيعمروا داك الميكات بزاف كيهزهم واحد الكاميون كيديهم واحد البلاصه كيتحرقوا وهو عارف هاد القضيه هاد بقى كيمشي لديك البلاصه حتى يشوفها عمارات صافي غادي يجيو يهزوها وكيلوح مويك هز لاح مويك الاولى طق مشات تحرقات دازت واحد المده تقرب تاع مع عاوتاني البلاصه ويلوح الميكا الثانيه طق مشات تحرقات كيلوح غير ميكا ميكا باش ما يعيقوش به الميكا الرابعه اللي غادي يلوح باش يعرفوا الروح عزيزه عند الله فاش كيمشي باغي يلوحها كيلقى الكاميون هز داك الميكا ومشى يعني الا لاح داك الميكا غادي تقع الميكا ديالو ويقدر يتفلش غادي يهز داك الميكا وغادي يمشي لواحد الغابه وغادي يحفر وغادي يدفنها وغادي يرجع بحالته عادي بحال ما وقع حتى شي حاجه ايه انا فين هادي وقع فين فاش كيعاود مراته هاد القصه هادي كيقول لها انا في الثاني ما قديتش نصبر رجعت بحالة المسركة مع الله ننسى وهذا هو السبب اللي كيخليني نحلم داك الكوابيس في اللي راه كنحلمها جاية حتى هي تقتلني هنا مراتو استغلت الوضع مزيان وغادي تسيف عليه ديار بصح قالت له اما غادي تعطيني الثروه ديالك كامله غادي تكتبها في سميتي واما غادي نمشي نخبر بك البوليس هنا السيد تصدم قال لي انا مراتي اللي ولد مع وليداتي وثقت فيها وعاودت لها ومسائل بغات تغدرني في التالي وغادي دير له الاملاك ديالو اصلا هو هادشي هذا كامل دارو غير على حساب الشهره والاملاك اللي عنده لحقاش حتى السيده الاولى اللي كانت حامله منه وماتت باش هرب من الفضيحه وهرب من الشوهه وباش ما ديرلوش الاملاك ديالو لحقات كتهددو كتاخذ من عنده الفلوس باش ما تشوهوش قتلها هنا شنو غادي يدير غادي يقول لمراتو غير تهتني صافي انا غنكتب لك الاملاك كامله غادي نتفاهموا شنو غادي نديروا شي حاجه صافي قالت له واخا المسائل امر هاني لغد ليه كيمشي كيتقدى واحد البيستولي المهم كيعيط لمراتو كيقول لها اجي عندي الموبل الفلان فلاني لحق السيد عنده الثروه كيبني في الموبلات كيبيع وداك الموبل كان عاد كيتبنى تما طلع فيه مراتو هو ما مخططش باش انه يدير مع الحل وانما مخطط باش غادي يقتلها يلا حدا مراتو كطلع كيجبد البيستولي كيشير بالبيستولي بات كضربها القرطاسه في عنقها كطيح حداه هي القرطاسه ما قتلتهاش وانما سخفات السيد فاش شاف راسو ضرب مراتو وقتلها ما بقى فاهم والو هو يدخل واحد البيت هو يجبط البيستولي بق كيتيري في راسو وكينتاح مراتو تعتقات في اخر لحظة لحقاش الصوت ديال القرطاس تسمع عند الناس وطلعوا كيتسابقوا شافوا شنو واقع هما يلقاو المرا مضربه بالقرطاس والراجل منتحر في البيت عيطوا للبوليس جاو البوليس هزوا المسائل طق مشاو كيديروا التحقيقات مع مراتو من بعد ما فاقت في الطبيب ارى الناس سيدي
داك الغابة اللي دفن فيها داك الميكا. واحد النهار واحد السيد داز تيدير السبور بواحد البيرجي المون. ديك البيرجي اللي عنده كيشم الريحة وكيمشي كيحفر. فاش كيحفر كيبقى كيحفر مولاه استغرب. كيجر الكلب والو الكلب كيحفر هو يطلع داك الميكا. داك السيد شاف داك الميكا ما فهم حتى شي حاجة. حلا ويا تبالو الجود تم تحلل فيها الدود العضا. عيطل البوليس. الو السلام عليكم طق طق. لقيتها شنو لقيتها شنو. تيجيو كيديرو التحقيقات المسائل. داك الرباع اللي لقاوه لقاو فيه النص ديال الراس ولقاو فيه واحد الطرف ديال واحد السنسله. كيعيطوا لصحاباتها يوراوهم السنسله قال لهم واش هذه هي السنسله ديال صاحبتكم. قالوا له ايه سيدي هي هادي. وكيتفتح الدوسي من جديد وجديد. هنا عرفوا بلي الطبيب فعلا قتل داك السيده هذيك. فاش مشاو كيقلبوا عليه ما لقاوش وما يتصلوا بمعسر. الو السلام عليكم طبيب الفلان فلاني رحنا عندنا حق باش نعتقلو. هنا كيقولوا لهم المخابرات ديال مصر ودي السيد ان لله وانا اليه راجعون. وهنا كيتسد الدوسي وكيتغلق. وهنا كنعرفوا بلي الروح عزيزه عند الله شحال ما كانت دازت المده وشحال ما طالت حتى لي حقيقه كتبان كتبان. العبره اللي بغيتكم تربحوا من هذه القصه هذه هو انه ما عمركم تبعوا الوساوس ديال الشيطان وما عمركم تمشيو في الطريق اللي ما مزياناش. لحقاش الطريق اللي ما مزياناش كتدي للتهلكه وديما كتادي بك النهايه اللي ما فيها حتى شي مخرج. هادشي علاش ديما الانسان يستعن بالله وما يبقاش يخلي ديك الافكار الشيطانيه توسوس له في الراس ديالو باش ما يطيحش في الكوارث اللي ما غاديش يلقى ليها الحل. وحدنا كتسالى القصه ديالنا كما قلت لكم في الاول باللي راه كاينه مفاجاه في التالي. هاد القناه كنا كنعاودوا فيها القصص وكنديروا فيها الرياكشن على لي فيديو. وبزاف ديال الناس كيسولوني فين هما الرياكشن صراحه وليت كتعاود القصص بزاف. هادشي علاش عندي لكم مفاجاه كنقول لكم باللي غادي ندير واحد القناه جديده غادي تبقاو تلقاو فيها الرياكشن. ولكن ماشي دابا في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نخلي لكم اللين ديالها في الديسكريبشن. كان معكم صالح فاميلي الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش جيم كومونتير وبارطاج الفيديو مع العائلة وصحاب ديالكم. أحبكم في الله.